بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ مقرر التحكم في العمليات process control. المقرر المادة من هي 25 درجة، 45 درجة أعمال سنة، و80 درجة الامتحان الفاينل. الـ45 درجة أعمال السنة هيبقوا مقسمين إن شاء الله 25 امتحان الميد ترم، و20 درجة هيبقوا يعني أعمال سنة ونشاط أو كويزات أو وخلافه يعني، وهتكون الـ20 درجة مع المهندسة هند. بالنسبة للكتب اللي هنشتغل منها، في 3 كتب اللي قدامنا. الكتابين الأولانيين يعتبروا أقرب للناحية العملية شوية. الكتاب الثالث بيركز شوية على الرياضة، يعني في ماثيماتيكال فاونديشن أكتر من الكتابين الأولانيين. احنا طبعا في جميع الأحوال هناخد أجزاء من كل كتاب يعني طبقا للحاجة بتاعتنا في المقرر. بالنسبة للماتيريال بتاعت المقرر هتبقى موجودة على مايكروسوفت تيمز، او هنعمل الميتنج على مايكروسوفت تيمز. الماتيريال ان شاء الله هتبقى موجودة على الصفحة اللي قدامكم دي. بالنسبة للمواضيع اللي هنتكلم عنها في المقرر، هي المواضيع اللي قدامنا دي ان شاء الله. النهاردة هنتكلم introduction، بعد كده هنتكلم عن الفيدباك لوب، نتكلم عن الكومن دايناميك سيستمز، وازاي اعمل من الدايناميك سيستمز اذا كانت بستراكشر معين ممكن احصل على دايناميكس مختلفة اخرى. بعد كده هنتكلم بالتفصيل، نركز على البي اي دي كنترول، معادلته والموديفيكيشن بتاعته والتيونينج. بعد كده هنتكلم عن different control configuration زي الكاسكيت كنترول، فيد فورورد، ريشيو كنترول، والمالتي لوب انتر اكشن. المالتي لوب هو لما يكون عندي بقى اكتر من كنترول كنترول سيجنال واكتر من variable بتحكم فيه. اول حاجه النهارده نبدا النهارده في المقدمه، الماده اسمها بروسيس كنترول. فالاول لازم محتاجين نعرف يا ترى ايه المقصود بكلمه بروسيس. طيب كلمه بروسيس معناها اوبريشن. يا ترى ايه المقصود بيها في السياق بتاعنا هنا؟ قال لك ان البروسيس هي عباره عن اوبريشن، سواء العمليه دي كيميائيه او فيزيائيه، اي عمليه بتستخدم لتحويل ماده خام feed material into product فبنسميها process. يبقى البروسيس عملية، عملية تحويل مادة خام إلى مادة إيه؟ إلى منتج نهائي. طب من الأمثلة البروسيسز الميكسينج، الخلط، السيباريشن، الفصل زي إبراج التكرير، البترول، بفصل البترول لمكوناته، الهيتينج أو الكولينج، فلترينج، كومبريشن، وهكذا. طيب تاخد بالنا من حاجة، كلمة بروسيس ممكن تطلق على العملية اللي هي الخطوات، عملية الخلط، وممكن تطلق على، يبقى بتطلق على البروسيسنج اوبريشن، وكمان ممكن تطلق على ايه؟ تطلق على اليونت نفسها اللي بتقوم بالعملية. يعني ممكن اقول بروسيس تطلق على الايه، عملية الخلط، وممكن تطلق على الخلاط او يعني الديفايس نفسها او اليونت، فالاتنين ممكن نستخدمهم. طبعا تقريبا كل المنتجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية هي عبارة عن منتج طالع من بروسيس اندستري معينة، زي الاكل، زي الدواء، زي الورق، زي المطاط، زي طبعا البترول، بنزين، وهكذا. مستحضرات التجميل، السماد، وهكذا. طيب
عملية الديزاين بتاعة البروسيسز، عمليات الخلط وعملية الفصل وهكذا، كل ده مش كل ده بتبقى مسؤولية أو بتقع في نطاق اسمه البروسيس انجينيرينج. البروسيس انجينيرينج أحد فروع الكيميكال انجينيرينج. طيب، وده طبعا مش تخصصنا، والحقيقة هو مش احنا مش محتاجين ان احنا نركز عليه او نهتم بيه لانه مش تخصصنا. اللي احنا محتاجين نركز عليه بقى هو ايه؟ هو عملية التحكم في البروسيسز دي. ديت زي ما قلنا البروسيس اندستريز، الاويل اند جاز طبعا، الفارماسيو، البتروكيميكالز، الباور، محطات القوة برضو فيها يونتس كتيرة وبتحتاج كنترول، بالباند بيبر، العصاير، الاكل، الفارماسيوتيكالز، الويست ووتر، الستيل، جلاس، التكستايل، الملابس وهكذا. كل دي عم أمثلة على بروسيسز، بروسيس اندستريز متنوعة. طيب احنا ايه اللي بنركز عليه بقى؟ البروسيس كنترول، هو ازاي بقى اعمل كنترول على البروسيسز المختلفة دي. طيب احنا عارفين ان وانت بتعمل بروسيس معينة او اوبريشن معينة في variables موجودة زي التمبريتشر، زي البريشر، زي الليفل، انواع كتيرة من الايه؟ من الفاريابلز. طيب فاثناء عملية اثناء البروسيس ما هي شغالة، الفاريابلز ديت بعضها قيمته من المفروض تكون ثابتة عند وضع معين او عند قيمة معينة لتحقيق اهداف كتير. الهدف بقى من البروسيس كنترول هو ان انا اضمن ان اثناء ما البروسيس شغالة الفاريابلز اللي انا او بيسموها البروسيس فاريابلز to be kept under control. يعني ايه؟ انا عايز الفاريابل الفلاني يكون درجة الحرارة 80 خلاص، لان ده 80 ده هيبقى يؤدي التفاعل يبقى اوبتيمال ويديني اكبر الاوبتيمال مثلا كونسنتريشن او وهكذا. فاذا يبقى كل ده هو اهداف الكنترول. احنا عارفين ان الكنترول لما قلنا التعريف البسيط بتاعه to keep a certain variable at a certain value، فهنا to keep a certain process variable at a certain value. طيب دي امثلة على الايه؟ البروسيس variables في الصناعة. طبعا البروسيس variables بتبقى زي ما احنا شايفين temperature والpressure، الconcentration of chemical، liquid level، وممكن كمان نقول temperature الفلو مثلا وهكذا. طيب البروسيس كنترول بيعمل ايه؟ بيمنتين، بيحافظ على البروسيس فاريابل ات ديزايرد اوبريتنج كونديشن بغض النظر عن الديستربنس. يعني انا عايز احافظ على درجة حرارة الرياكتور اللي بيعمل الدواء مثلا عند درجة حرارة 60. طيب بغض النظر عن الرياكتور محطوط في مكان حر او بارد او صيف او شتاء، هي دي الظروف المحيطة او ما نطلق عليه طبعا كلمة ديستربنس. ديستربنس هو الاساس، مش الاساس، هو الشيء الاساسي اللي عشان خطره الاوتوماتيك كنترول اتعمل عشان احاول ان انا امنع تأثير الديستربنس، الظروف المحيطة، على الفاريابل اللي ايه بتاعي. فانا عايز الظروف المحيطة بغض النظر عن كونها صيف او شتاء درجة الحرارة تفضل ثابتة. هو ده الفكرة، ده السبب الاساسي في استخدام الفيدباك كنترول. طيب بعمل كده ازاي؟ اتفقنا ان احنا كلنا اخدنا طبعا كنترول قبل كده، ان احنا بنعمل فيدباك للفاريابل التمبريتشر اللي انا بتحكم فيه اللي احنا هنسميه البروسيس فاريابل، بقارنه بالديزايرد فاريابل. لو لقيت مثلا درجة الحرارة اقل ابتدي، لو انا شغال يعني عندي فرنس فرن والفرن درجة حرارته قليلة، هبتدي ازود الايه الوقود او الايه يعني الجاز او الفيول اللي هو ايه بيتحرق فيقوم يعلي درجة الحرارة. طب بتزود الفيول ازاي؟ بزود فتحة الفالف. غالبا يا جماعة المانيبوليتد فاريابل او الكنترول سيجنال المستخدمة
في مجال البروسيس كنترول غالبا هتكون فالفات، وبالتالي هيبقى الكنترول سيجنال غالبا فلو ريت. يبقى المانيبوليتد فاريبل غالبا بيبقى ايه؟ فلو ريت. طيب الشيء الجميل في الموضوع بالنسبة للمادة بتاعتنا هي ايه؟ الكنترول زي ما احنا عارفين، احنا بندرس بناخد السيستم نجيب له مثلا لابلاس ترانسفورم ونبتدي نشتغل عليه، سواء نعمل روت لوكس او نشتغل في الديجيتال ونبتدي نحوله ديسكريت ونصمم كنترولر وكل الكلام ده. طيب يا ترى ايه مجالات التطبيق بتاع الكنترول سيستمز؟ الكنترول سيستم ممكن يتطبق فيه حاجات كتير، يعني ممكن يتطبق مثلا في صناعة السيارات والاوتوموتيف اندستري، ممكن يتطبق في صناعة الطائرات، الطيارة فيها كنترول سيستمز كتيرة جدا، وممكن يتطبق في مجال الصناعة، الصناعات الكتير اللي احنا شفناها من شوية. الحقيقة ان البروسيس اندستري او البروسيس كنترول هو اكبر مجال لتطبيق الكنترول موجود. ليه؟ لانه موجود في كل حاجة، اي منتج بنشوفه هو نتيجة بروسيس اندستري، عمره ما هيطلع بالجودة دي او الا اذا كان في كنترول سيستمز كتيرة جدا ورا الموضوع. فالبروسيس كنترول هو the largest application area for control systems engineering. طيب احنا عرفنا ان البروسيس كنترول الهدف منه، او الكنترول عموما الهدف منه to keep a certain variable at a certain value. طيب التعريف ده يعني قال لك لا ده التعريف ده بتاع الكنترول اللي هو اللو ليفل ديفينيشن. يعني ايه؟ يعني ده التعريف بتاع الكنترول اللي هو في الباك جراوند، لكن في الحقيقه ان لما يعني ان انا لما بستهدف ان انا تو كيب ا سيرتن فاريبل ات ا سيرتن فاليو، انا بستهدف حاجات اعلى، اهداف اعلى عليا. زي ايه؟ قال لك اول حاجه السيفتي، انا عايز ان درجة الحرارة ما تزيدش عن حد معين، وإلا المفاعل مثلا هيسخن فممكن ينفجر فممكن يؤدي إلى وفيات في الأوبريتورز. يبقى السيفتي مهمة جدا. الانفيرومنتال بروتكشن، في صناعات بينتج عنها كمنتج يعني جانبي ثاني أكسيد الكبريت، SO2. ثاني أكسيد الكبريت لو طلع في الجو ممكن يختلط بالمطر يعني ويعمل امطار حمضيه فيها حمض الكبريتيك، فممكن ياثر على البشر، ينزل على الغابات، ياثر على الشجر وهكذا. فبيحطوا طبعا ريجوليشنز يعني قواعد انه مثلا الشركه انبعاث SO2 ما يزيدش عن حد معين، فاذا لازم الشركه وهي بتنتج لازم تلتزم بالحاجه زي كده، فلازم الكونسنتريشن بتاع SO2 ما يزيدش عن حد معين. فهذا برضو مثال على الكنترول تاسك اللي ممكن تطلب. طيب الاكيبمنت بروتكشن، لو انا مثلا الجهاز نفسه او الماشين نفسها لو في فاريبلز معينه تمبريتشر مثلا او البريشر زاد عن قيمه معينه فممكن ياثر على يمكن الماشين تتكسر تحت الضغط او كذا، يعني رياكتور مثلا لو الضغط زاد عن حد معين ممكن يتكسر وهكذا يعني. فاذا برضو الاهداف البروسيس كنترول كمان حماية الاكيبمنت نفسها الجهاز بتاعي. طب ايه كمان؟ البرودكت كواليتي. طب ازاي؟ قالك مثلا انت ممكن تكون مطلوب منك ان انت تنتج بيبر مثلا بتخانات او بثيكنس معينة. طيب فهنا لو الماشين بتاعتك مش كويسة فممكن تنتج بيبر بايه؟ بثيكنس اقل من المطلوب. طبعا في الحالة ديت هيحصل لها ريجيكشن. ليه؟ لان ديت هتخلي الناس تفقد الثقة في الايه؟ ان المنتج بتاعك مش مطابق للمواصفات فمش هتقدر تبيعه، يبقى انت ماتيريال انتجتها وخسرتها. فاذا البرودكت كواليتي لازم احافظ عليه.
علشان طبعا المنتج بتاعي لو الكواليتي بتاعته مرتبطة بالمواصفات بتحققها هيتباع ويحقق لي كمان ايه بروفيت. طيب تعالوا ناخد مثال الحتة الأخيرة دي نتكلم عنها شوية بمثال ظريف. هنتخيل هنا ان احنا عندنا احنا بننتج مثلا بيبر بثيكنس معينة، وليكن الثيكنس المطلوبة هي المستوى ده كده. طيب انا عندي الماشين بتاعتي هنفترض انها شغالة وزود كنترول. طيب فايه اللي بيحصل؟ فالمسجل ده هو عبارة عن الثيكنس بتاعت المنتج في فترة زمنية معينة، فمرة الثيكنس تكون كبيرة، مرة تكون صغيرة، مرة كبيرة، مرة صغيرة، في فاريابيليتي كبيرة زي ما احنا شايفين، ما احنا نفترض ان مفيش كنترول يعني. طيب فانا ملاحظ ان في فاريابيليتي كبيرة. الافريج فاليو بتاع المنتج هو الافريج اللي هي الحتة دي كده تقريبا. ايه اللي ملاحظه؟ انا يهمني ان مع الفاريابيليتي اللي قدامي ديت انا مش عايز السيكنس تقل عن الايه الليميت ده، والا هيحصل لها ريجكشن مش هقدر ابيعها اصلا. فببتدي اعمل ايه لما الاقي المنتج بتاعي لما الماشين بتاعتي بتنتج بفاريابيليتي كبيره زي ما انا شايف؟ هقوم ابتدي اعمل ايه؟ هقوم ابتدي ابعد التارجت بتاعي. يعني اقول له ايه؟ لو انت عايز تنتج بثيكنس مثلا واحد، هقول له والله خلي التارجت بتاعك 1.5. ليه؟ لان انا عارف ان هو ساعات بيجيب اكتر من 1.5 وساعات بيقل عن 1.5. انا عايز حتى لو قل عن 1.5 مش عايزه يقل عن الواحد، فببعد الايه التارجت بتاعي على اساس، او الاوبريتنج، بعمل اوبريتنج مارجن، بعمل هامش بين القيمة الحقيقية اللي لازم التزم بيها والقيمة اللي هو هيشتغل عليها، على اساس ان المنتج بتاعي في اسوأ الظروف ما يقلش عن الواحد. زي ما انتم شايفين بيقل في بعض الحاجات، ولكن بعيد معظم الايه المنتج اهو اكبر من الليميت. طيب ايه المشكله هنا في الكنترول؟ الفاريابيليتي ديت خلتني لو انا عايز اطلع منتج بقيمه بسكنس واحد مثلا، فبقول له لا انا عايز ايه بشغله على 1.5 عشان طبعا ما قلش عن الواحد. طب ايه المشكله؟ المشكله ان انا دلوقتي بهدر ايه بهدر ماده خام، وده بيؤدي الى ان يقلل الايه المكسب بتاعي. ليه؟ لان انا عايز انتج منتج الليميت بتاعته 1، طب ليه انا اقول له 1.5؟ كل ده عبارة عن هدر. طب اعمل ايه؟ قال لك هنفترض ان انت عملت كنترول والكنترول ده نجح في انه يقلل الفاريابيليتي. اهو دخلنا في المرحلة دي بقى. لما تقلل الفاريابيليتي اصبح المنتج بتاعك السيكنس بتاعته بتتغير حوالين برضو نفس التارجت، لان احنا لسه مثبتين التارجت اهو، فالفاريابيليتي قلت فالمنتج بهذا الشكل. طيب قال لك ايه ده؟ يعني ما دام الفاريابيليتي قلت اصبح عندنا امكانيه ان احنا نغير التارجت بتاعنا، بدل ما يكون هنا لا طب ما نقلله ونخليه هنا. ايه اللي هيحصل؟ ما دام التارجت قللناه نتيجه ان الفاريابيليتي قليله، هيظل السيكنس او البرودكت اوتبوت اكبر من الليميت الحقيقي اللي احنا لازم نلتزم بيه، فاصبح نسبة الهدر او الفاقد اقل. فكأن هنا ده بيوضح ان الكنترول ادى الى ان انا احقق ايه، ازود في البروفيت في المكسب بتاعي. هو عايز منتج بثيكنس واحد، انا هقول له والله 1.1، نشغل الماشين بتاعنا على 1.1. طب ليه؟ قال لك لان انا حطيت البروسيس اندر كنترول، والكنترول ناجح في انه يحافظ على الثيكنس اللي طالعه حوالين الواحد من واحد واحد من عشرة، وما بتقلش عن الواحد اللي هو ده الهدف النهائي، ولا يحصل ريجكشن واخسر المنتج اللي طلع التشغيله دي مثلا، الاوتبوت بتاعها مش هيتباع، هخسره. فانا عايز ان انا اظبط على تارجت، التارجت ده يديني مارجن بسيط بحيث ان انا احقق المواصفات باقل مادة خام ممكنة، وبالتالي احقق اكبر ايه بروفيت. فالبروسيس كنترول بيقدر يديني الميزة دي. طيب
ايه هي يعني اهم الشركات في مجال البروسيس كنترول او مجال الاوتوميشن؟ اهم اللاعبين طبعا في المجال ده اللي الشركات اللي احنا كلنا نسمع عنها، يعني زي سيمنز، شنايدر، اي بي بي، روكويل اوتوميشن، هانيويل، جنرال الكتريك، يوكوجاوا، وهكذا. كل ديت ايه شركات بتشتغل في هذا المجال، شركات كبيرة في المجال ده. طيب البروسيس كنترول زي ما شفنا له هرمية معينة، بروسيس كنترول هيراركي. الهرمية ديت احنا طبعا درسنا كنترول في مقررين قبل كده. طيب يا ترى عايزين نحط اللي احنا درسناه في سياقه. قال لك ايه؟ قال لك اول حاجة اي بلانت او اي مصنع او اي كذا بيبقى فيه كنترول. الكنترول اللي احنا درسناه اللي هو زي البي اي دي او الكنترول لوب، اللوبز اللي احنا درسناها والكلام ده، ديت هي اللو ليفل. لكن في هاي ليفل او مستوى اعلى. طبعا المستوى الاعلى بيبدأ بايه؟ بيبدأ بالمانجمنت اللي هي الإدارة. الإدارة هي اللي بتوضع الأهداف العامة، اللي هي إيه؟ أنا عايز أطلع كمية معينة من البرودكت ده بالكواليتي الفلانية، الكمية دي يوميا كذا أو أسبوعيا، المنتج يعني بتحدد الأهداف العامة العليا للإيه؟ للمصنع أو للبلانت. طيب الكلام ده بيترجم لإيه؟ بيترجم لعملية اللي هي أوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن فيها اللي هي بقى عايزين نعمل تنظيم لإيه؟ نعمل تخطيط وسكيدولينج. عايزين نعمل تنظيم بقى ونوزع الادوار في الايه في الايه في البلانت على اليونتس. طيب اليونتس ديت البلانت بتتكون من مجموعة من اليونتس. اليونتس دي كل واحدة فيها لوبز كتيرة جدا، كنترول لوبز كتيرة جدا. هنا لوب كنترول، هنا لوب بتتحكم في التمبريتشر، وهنا لوب للبريشر، وهنا كذا وكذا وكذا. هنا بيجي دور بقى السوبرفايزوري كنترول. السوبرفايزوري كنترول التحكم اللي هو الاشرافي هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان عندي مجموعة من اللوبز، وعندي مجموعة اللي تحت كل يونت، واليونتس دي كلها مربوطة ببعض. السوبرفايزوري كنترول هو وظيفته ان هو يشرف على كل يونت واللوبز اللي تبعها، ويوزع السيت بوينت. احنا عندنا الكنترول لوب بيبقى فيها ايه؟ سيت بوينت اللي هو الريفرنس والاوتبوت. السيت بوينت دي بتيجي منين؟ دايما نفترض احنا السيت بوينت، نقول السيت بوينت بكذا، حصل ستيب تشينج في السيت بوينت. طب بتيجي منين السيت بوينت؟ هي بقى بتيجي من المستوى الاعلى، بتيجي من السوبرفايزوري ايه؟ كنترول. السوبرفايزوري كنترول بيوزع الادوار على اليونتس المختلفة، كل يونت فيها مجموعة من اللوبز، كل لوب بتشتغل بقى بايه؟ بكنترولر. الكنترولر ده في 95% هيكون بي اي دي. هيقوم بوظيفة ايه البي اي دي كنترول؟ بوظيفة الريجولاتوري كنترول، اللي هو ايه؟ الاقل ايه وظائف الكنترول اللي هي الريجولاتوري كنترول. طبعا الكنترولر البي اي دي او كذا او كذا بيبقى مش مربوط بايه؟ بيبقى بيتكلم مع البروسيس ان ذا فيلد. فهنا الفيلد، كلمه فيلد مقصود بيها البروسيس او اقرب ما يكون للبروسيس. يعني الكنترولر بيبقى بيتكلم مع البروسيس، بيعمل ايه؟ بيقيس درجه الحراره مثلا عشان يعمل كنترول عليها، وايده على الفالف يقيس درجه الحراره بسنسور، وايده على الفالف يغيره باكشويتور بحيث ان هو يحافظ على درجة الحرارة في مكان معين عند قيمة معينة. فبيتم الكلام ده عن طريق ان الكنترولر بيتكلم مع البروسيس من خلال ايه؟ الانسترومنتيشن، سواء سنسور او ترانسديوسر وايه الاكشويتور او الفاينل كنترول اليمنت. اللي من يعني الانظمة اللي هي بتقوم بوظيفة السوبرفايزوري كنترول والريجولاتوري كنترول مع بعض الايه؟ الديجيتال ديستريبيوتد كنترول سيستمز، الدي سي اس. فالدي سي اس بيقوم بايه؟ بالوظيفتين دول مع بعض. طيب احنا طبعا ان شاء الله هنركز في المقرر بتاعنا على الايه؟ على الريجولاتوري كنترول،
هنتكلم النهاردة إن شاء الله بس عن يعني كلام عام عن الكنترول بشكل عام، لكن بعد كده هنركز على إيه؟ على الريجولاتوري كنترول. طيب يا ترى إيه أهم أنواع الكنترول؟ طيب زفرج، إيه كنترول؟ برضو مهم جدا ان احنا نأكد ايه، ان كلمة لما اقول process control to keep a certain variable at a certain value، التعريف ده هو بيشير لوظيفة الكنترول اللي هي البلين اللي هي الاساسية خالص، ان انا عايز variable معين قيمته تكون قيمة معينة. بس احيانا الكنترول ما بيكونش غرضه او الهدف منه تحقيق الحتة دي بالظبط. طيب فيا ترى في انواع تانية؟ في انواع، زي مثلا تعالوا نشوف الاول تايبز اوف كنترول. طبعا اللي احنا قلنا عليه من شويه هو نفسه، هو ايه؟ هو الريجولاتوري او الكونتينوس كنترول، واللي هدفه تو كيب ا سيرتن فاريبل ات ا سيرتن فاليو. طيب بس كلنا نعرف البي ال سي، البروجرامبل لوجيك كنترولر، يا ترى هو بيعمل تو كيب ا سيرتن، يعني هل هو يخضع للتعريف تو كيب ا سيرتن فاريبل ات ا سيرتن فاليو؟ لا، اللوجيك او البروسيس البي ال سي وظيفته لوجيك شويه. يعني ايه؟ يعني اون اند اوف، يشغل حاجه يطفي حاجه وهكذا. فاللوجيك كنترول اللي هو زي البي ال سي يعني بيبقى وظيفته ايه؟ زي لوجيك او ديجيتال او اون اوف كنترول. طيب في كنترول برضو مهم قوي اللي هو الانترلوك كنترول. الانترلوك كنترول هو لوجيك كنترول، بس ايه؟ بس مهتم اكتر بالسيفتي. مهتم اكتر بالسيفتي. السيفتي يا جماعة في الصناعة حاجة مهمة جدا. يعني ممكن الشركة يعني او المصنع يعني يمشي ناس نتيجة ان هم ما التزموش بمعايير السيفتي المحطوطة، فمهمة جدا جدا. فمن ضمن الحاجات مثلا ان انا عندي بامب بتسحب من تانك وتضخ، فلو الليفل بتاع المية في التانك قل عن قيمة معينة البامب ممكن ايه؟ تبقى في خطورة ان البامب تبقى شغالة على الفاضي، بتسحب والتانك مفيش فيه مية تسحبها، فممكن يأثر على البامب. فللحماية البامب نوقفها لو الليفل قل عن قيمة معينة. هنا ده نوع خاص بالسيفتي. طيب عندي تانك فيه مثلا غاز والغاز ضغطه بيزيد، لو الضغط زاد عن قيمة معينة ممكن يأثر على يعمل مشكلة في التانك ممكن. ففي الحالة ديت لازم نفتح ريليف فالف، نعمل نفتح الفالف اللي بينفس عشان يقلل الضغط. فكل ده ايه؟ بيقوم بيه طبعا ايه؟ لوجيك كنترول، ولكنه انترلوك. انترلوك يعني مهتم اكتر بالايه؟ بالسيفتي. يعني نقدر نقول ان ديت حاجات محطوطه للطوارئ، يعني في لوب شغاله بتعمل بتحاول تحافظ على ايه؟ البريشر عند قيمه معينه. طب افرض البريشر زاد، هي بتحاول، لكن نفترض انه خلاص البريشر زاد عن حد معين، هنا الانترلوك بقى زي ما تقولوا هو ايه؟ عند الطوارئ يتدخل يفورس الريليف فالف ان هو يشتغل، لانه واضح ان الايه؟ الامور خرجت عن السيطره. طيب برضو من ضمن الحاجات في الكنترول السيكونس كنترول. عندي عمليه معينه، العمليه دي بتتم على هيئه سيكونس. اول حاجه بتشغل السير، بيجيب مثلا بوتل، بعد كده البوتل بتتاخد تحط في الكرتونه، وبعدين السير يجيب كرتونه بوتل تانية، وهكذا وهكذا. بعد عدد 10 مثلا بوتل بيبتدي السير يقف والكرتونة تتحرك وتيجي كرتونة فاضية. هنا في سيكونس، هنا في سيكونس، هو ده المقصود بالسيكونس كنترول. طبعا ممكن يتعمل عن طريق البي ال سي. طبعا السير بيشتغل، السير بيفصل، بس بشيل البوتل او بحط، يعني في اون واوف كنترول، ولكنه بيتم من خلال سيكونس معين. طيب ايه هي الكومن اندستريال كنترولرز؟ في الستاند الون او السنجل ستيشن كنترولر،
او سنجل لوب كنترولر، وفي الديستريبيوتد كنترول سيستم، وفي البروجرامبل لوجيك كنترولرز، هنتكلم عنهم ان شاء الله. اول حاجه الستاندالون كنترولر. الستاندالون كنترولر ممكن ياخد الشكل ده مثلا، زي ما انتم شايفين بوكس كده. البوكس ده في ديسبلاي بتعرض حاجتين. الحاجة الأولى الـ SV الـ Set Value أو الـ Set Point. أنا بعمل كنترول على التمبريتشر، أنا عايز التمبريتشر تكون 23.8. طيب طبعا الـ BID البوكس ده بيتوصل بإيه؟ بالبلانت. فعن طريق سنسور أو ترانسديوسر ببعت الـ BID بيعرف درجة الحرارة الفعلية اللي هي الـ PV، طلعت كام؟ 23.4. طب انت عايزها كام؟ انا عايزها 23.8. اذا في ايرور مقداره 4. يبتدي الـ PID الجوريثم يشتغل ويطلع الاكشن بتاعه من خلال ايه؟ برضو كيبل معين، او من خلال انسترومنتيشن معينة، كيبل واصل على اكشويتور، الاكشويتور ده واصل على فالف، الفالف ده اللي هو الفاينل كنترول اليمنت، بيزود الفتحة شوية بيقللها بحيث يزود الوقود عشان يرفع الحرارة وهكذا. طيب ايه كمان موجود في الرسمة ديت؟ موجود حاجة مهمة قوي، موجود كلمة مود. ايه المقصود بكلمة مود؟ مود ديت عاملة زي ايه بالنسبة للكنترولر؟ عاملة زي الاون ووف. فاذا كان المود اوتو يعني اوتوماتيك، يعني الكنترولر بتاعنا شغال وبيقوم وظيفته اللي هي الاوتوماتيك كنترول. طيب تمام، قالك يبقى هو شغال اون، يعني يبقى الاوتو معناه الكنترولر ايه؟ اون، شغال. يعمل ايه؟ بيعمل الكنترولر بيقيس البروسيس فاريبل ويقارنه بالست فاليو ويشوف الايرور ويعمل الكنترول اكشن المناسب. طيب افرض ان الكنترولر محطوط في المانيوال مود، ده معناها ان انا بقول للموتور للكنترولر بص بقى انا مش عايزك تعمل اي حاجة، سيب لي انا قال ايه انا كاوبريتور ان انا احدد الكنترول سيجنال، او انا اللي احدد الفالف اوبننج، انا اللي هحددها بنفسي بطريقة يدوية. يبقى هنا الكنترولر خرج من الايه؟ من اللوب. طب يا ترى هنا سؤال، الله، مش الاوتوماتيك كنترول يعني بيريحني كأوبريتور من ان انا اوجع دماغي ان انا افضل اظبط الكنترول فاريبل او افتح الفالف او نقص الفالف؟ يعني هو بيعملها اوتوماتيك. طب ليه انا ليه حاطين الاوبشن ان يبقى فيه اوتو وفي مانيوال؟ قال لك يعني واي مانيوال مود؟ قال لك احيانا الكنترولر كاحد الامثله يعني انه ممكن يكون البارامترز بتاع البي اي دي مش مظبوطه، مش محطوطه بشكل كويس، مش مختاره بشكل كويس، وبالتالي اداء الكنترولر وهو في الاوتو اداء مش كويس. ففي الحالة ديت اعمل ايه؟ اقوم لا خلاص انا هعمله مانيوال، وايه وانا احاول ايه اظبط بايدي كده او الاوتبوت بتاع الكنترولر بحيث انه يديني اداء مقبول. يبقى لو التيونينج از نوت كوركت ذا اوبريتور مي كنترول ذا بروسيس مانيوالي. تمام، بناخد يعني نشوفها بالرسمة ديت اكتر شوية توضح. دلوقتي الوضع الطبيعي اللي هو على اليمين ان الكنترولر اهو عن طريق الترانسميتر، كلمة ترانسميتر اللي هو ايه؟ كلمة ترانسميتر بتعني مجموعة من الاشياء. اولا اول مرحلة في الترانسميتر هي السنسور، بيقيس الفاريابل بتاع تمبريتشر مثلا. بس السنسور بتاعنا ممكن يحول التغير في التمبريتشر لتغير في الفولت. الستاندرد في البروسيس اندستري هو ان اي سيجنال بنقيسها تتحول في النهاية لكارنت بتتراوح قيمته من 4 إلى 20 ملي أمبير. ده ستاندرد، يعني اقل تمبريتشر في الرينج اللي ممكن تاخدها التمبريتشر طبقا لهذه البروسيس هيبقى يعادل 4 ملي أمبير، واعلى تمبريتشر هتكون 20 ملي أمبير، وهكذا نسبة وتناسب بقى in between. فالبروسيس فاريابل بيتقاس ويروح للايه؟ للبوكس بتاعنا اهو اللي هو الكنترولر. الكنترولر جاي له من الاوبريتور السيت بوينت. طب جاي من الاوبريتور
ولا جاية منين؟ جاية من السوبرفايزوري كنترولر، هو اللي بيوزع السيت بوينت هنا لكل كنترولر، بقى يتوزع له السيت بوينت اللي هو المفروض يحققها. فهو بيقارن الاثنين وبعد كده يطلع الكنترول اوتبوت بتاعه اللي هو الكنترول سيجنال، اللي هي بتتحكم في، بتغير في قيمة الفالف على اساس تزود الايه الوقود عشان ارفع درجة الحرارة وهي قليلة، او تقلل الوقود لو درجة الحرارة عالية قوي عن المطلوب. هنا الكنترولر بتاعنا شغال في وضع اوتو. طيب هنفترض ان الكنترولر بتاعنا كان السيتنج بتاعته مش صحيح، فانا عايزه بدرجة الحرارة كذا، هو عمال يزود ينقص يعمل كده كده، لقينا ان الاداء مش كويس، في فاريابيليتي كبيرة في التمبريتشر نتيجة ان التيونينج او البارامترز بتاع البي اي دي، ودي مش ودي حاجة مهمة اوي في الصناعة، ان البارامتر بتاع البي اي دي مش محطوطة متظبطة بشكل كويس. في الحالة دي الاوبريتور هيعمل ايه؟ هيقول لا انا هطلع الكنترولر من الموضوع، انا هشوف التمبريتشر قيمتها كام، وممكن طبعا استغل التمبريتشر المعروضة على الكنترولر، ولكن لما هظبطه في وضع الايه المانيوال، الكنترول اوتبوت ده بقى انا اللي هدخله بايدي. طبعا مش معناه ان انا لازم امسك الفالف كده بايدي، لكن انا ممكن ايه ادخل، انا اكتب على الكنترولر القيمه اللي هو هيطلعها مانيوالي، يبقى هو هيتجاهل اي حسابات خاصه بيه. انا قلت له خلاص انت هتطلع من الموضوع، اي حسابات خاصه بيك هنطلعها، مش هتشتغل مش هتنفذها، انا الكنترول اوت بوت ده الاوبريتور هيحدده ايه مانيوالي. طيب بعد كده هنتكلم عن الدي سي اس. الدي سي اس بقى لما اجي يكون عندي بلانت كبيره وفيها يونتس كتيره وكل يونت فيها لوبز كتيره، في الحاله ديت هلاحظ ان اللي احنا درسناه اللي هو الفيدباك لوب اللي احنا درسناها كلنا في الكنترول قبل كده، دي بتعمل كنترول على فاريبل واحد، في البلانت بتاعتك ممكن تلاقي الاف الفاريبل، فهل منطقي ان انا هروح على كل لوب كده؟ و تبقى العملية صعبة جدا، وكل لوب تبقى لوحدها، يعني خلي بالك يعني منفصلين مش منطق. فقال لك لا احنا هنعمل ايه، هنعمل سيستم، السيستم ده اقدر استخدمه to control the entire site، السايت ككل. طيب هنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ من خلال حاجة اسمها distributed control system. طب distributed control system عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن، نقدر نقول ان عبارة عن سيستم بتكون الكنترول تاسك او المهام بتاع الكنترول موزعة على مجموعة من البروسيسورز، هنسميها الكنترول بروسيسورز. طيب دلوقتي نفترض، تعال ناخد الجزء ده كده، ايه الجزء ده؟ الجزء ده في كنترولر اهو، والكنترولر ده موجود في راك، والراك زي ما احنا شايفين اهي في مجموعة من السنسورز، يبقى مجموعة من الانبوت بتاخد قرايات البريشر والتمبريتشر وهكذا، وبعدين يبقى ده انبوت اهو، وبعدين الكنترولر بيحدد الكنترول سيجنال المناسبة لكل ايه، للفالف هنا وللفالف هنا، يبقى ده اوتبوت. الجزء ده يبقى هنا عندي بروسيسور، هنا كنترول بروسيسور مسؤول عن جزء من البلانت. طيب انا شايف ان في ايه، راك تاني جواه كنترول بروسيسور تاني مسؤول عن جزء اخر من البلانت. هل هما بيشتغلوا بمعزل عن بعض؟ لا، في ربط بينهم من خلال شبكة، من خلال ايه، ايثرنت، كمبيوتر نتورك، من خلال ايثرنت ايه نتورك. طيب انا ملاحظ ايه، ملاحظ ان الراك فيه برايمري كنترولر وفي سكندري كنترولر، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك انه لو حصل ده من نوع من الايه، من الريدندنسي، اذا حصل ان في احد الكنترولرز فيل، الكنترولر السكندري يقدر ايه يكمل ايه الوظيفه بدون ان ايه يحصل مشكله في الايه الجزء ده من البلانت، يبقى نوع من الريدندنسي ان يبقى عندي اتنين كنترولر شغالين ايه، واحد على وضع الاستعداد، لو التاني فيل التاني يدخل ايه مكانه. طيب بالنسبة ازاي بقى ده بيتوصل، السيستم ده بيتوصل ببعضه من خلال شبكة
باستخدام ايثرنت كيبل. الله، انا ملاحظ هنا ان في برضو برايمري نتورك وفي ايه سكندري نتورك، برضو فور ريداندنسي، عشان ايه نوع من التوليرانس، فولت توليرانس، ان انا احاول ان انا اقلل تاثير الفولت، لو حصل فولت عندي الشبكه البديله ويفضل السيستم شغال. طيب الكلام ده هو لغايه دلوقتي مربوطين ببعض، ولكن فين دور الاوبريتور هنا؟ قال لك لا، ما هو في بقى حاجه اسمها مجموعه من الورك ستيشنز، في الاوبريتور ورك ستيشن اللي من خلالها بنعرض للاوبريتور، او من خلالها الاوبريتور بيقدر يتابع الفاريابلز في اي يونت هنا او هنا مثلا. طيب ايه كمان؟ في انواع اخرى من الايه من الورك ستيشنز. في ورك ستيشن بتكون وظيفتها او بيسموها الهيستوريان، بتكون وظيفتها تجميع الداتا وتخزينها، عمال يخزن الداتا، التمبريتشر مثلا في المكان الفلاني على طول بريوديكالي على طول عماله تتخزن على السيرفر، تتخزن. طب بنحتاجها ليه؟ بنحتاجها بعد كده انها ممكن ادرس انا الداتا دي، ممكن استخلص منها حاجات، ممكن احدد مثلا لو حصل عطل معين اقدر ارجع بالراجع في اليوم الفلاني واقول يا ترى الفاريابلز ديت انهي واحد فيهم، عشان احدد اعمل دايجنوزز واحدد الخطأ كان فين. فلازم اخزن الداتا بتاعت كل الفاريابلز وقيمها على مدار تشغيل البروسيس. فالدي سي اس بيتكون اتفقنا مجموعة من الكنترول بروسيسورز، كل واحد منهم يقدر يشغل عدد كبير من اللوبز، الاف اللوبز. طبعا لما وزع الكنترول تاسك على عدد من البروسيسورز، بدل طبعا احسن بدل ما استخدم بروسيسور واحد، لان لو استخدمت بروسيسور واحد هيبقى عندي كل انتاير سايت ممدود له كيبلز للبروسيسور ده تحديدا، فانا بحاول اوزع المهمه بحيث ان انا اقلل الايه بقلل يعني طول الايه الكيبلز اللي انا محتاجها، فانا بستخدم ليس اماونت اوف كيبلنج. طيب طبعا كل راك فيه 2 كنترول بروسيسورز فور ريداندنسي، لو واحد وقع التاني يبقى موجود. طيب الدي سي اس كمان بيحتوي على ايه؟ الاوبريتور ورك ستيشن، الاوبريتور بيتابع البروسيس من خلالها، الانجينيرنج ورك ستيشن ده للمينتنس للصيانه، في كمان السيرفر او بيسموه الهيستوريان، هنا بخزن الداتا. بخزن الداتا ليه؟ ليه؟ عشان لما ارجع لها لاحقا ارجع بالراجع لورا اقول من اسبوع مثلا كانت حصلت مشكله، تعال اما نشوف يا ترى ايه سبب المشكله في اليونت ديت، يا ترى الضغط كان كام، البريشر كان كام، التمبريتشر كان كام، وهكذا وهكذا. بالظبط يعني زي في الطياره الصندوق الاسود بتاع الطياره بيسجل في صندوقين، او يعني او في الطياره بيسجلوا حاجتين، المحادثات في غرفه في يعني في الكابينه القياده يعني، والحاجه الثانيه القرايات جميع السنسورز والفاريابلز في على الطياره، دول الحاجتين دول بيتم تخزينهم. من المحادثات بيعرفوا ايه اللي حصل والكلام وايه طبيعه الفهم في الناس للمشكله يعني الطيارين للمشكله، لكن الحاجه الثانيه بتوضح هل مثلا في سنسور كان حصل له فيلير ولا لا وكذا. فالهيستوريان هو نفس الوظيفه دي. الكنترول بروسيسورز ار اند ستيشنز ار كونكتد طبعا باستخدام ايه؟ نتورك ايثرنت سويتشز، يعني زي الكمبيوتر نتورك الايه العاديه بتاعتنا. طيب الدي سي اس لوحده ما بيرك، احنا اتفقنا ان في حاجه مهمه جدا في الكنترول، وفي الكنترول عموما بروسيس كنترول، هي السيفتي، ولازم يبقى معمول حسابها، يعني لو حصل حاجه خارجه عن المألوف لازم على طول حاجه تتدخل، يعني ايه لها مستوى اعلى من الايه من البرايوريتي تتدخل وتوقف اليونت ديت اللي هي الايه الامرجنسي شوت داون سيستم. فالدي سي اس بيبقى معاه حاجه مسؤوله عن الطوارئ اللي بيسموها امرجنسي شوت داون سيستم، اللي هو الاي اس دي سيستم، ده للايه فور سيفتي بيربسز. طيب كل راك زي ما احنا شفنا له مجموعه من الانبوت اوتبوت موديولز،
inputs تقرا sensors او transducers، والاوتبوت اللي هو يعمل كنترول سيجنال يطلعها على الفالف عشان يزود الفلو في المكان الفلاني فيرفع درجة الحرارة وهكذا. يبقى الانبوت اوتبوت موديولز بتستخدم تو انترفيس تو فيلد ديفايسز. اول ما تقرا كلمة فيلد تعرف على طول ان فيلد معناها يعني البروسيس الفيزيكال بلانت نفسها. ففي انواع من الانبوت اوتبوت موديولز، في ديجيتال انبوت اند ديجيتال اوتبوت بوينتس، وده فور لوجيك طبعا او الانترلوك او السيكونس كنترول لانه اون اوف. وفي انالوج انبوت واند انالوج اوتبوت اي او بوينتس، طبعا ده فور ريجولاتوري ايه كنترول، يبقى هنا البي اي دي بقى هيشتغل. طبعا الانبوت اوتبوت كاونت، عدد الانبوت اوتبوت كاونت اللي في مشروع معين بيحدد بقى حجم المشروع. يقول لك انت شغال في مشروع حجمه كبير حجمه صغير، ده مشروع صغير ده مشروع كبير، حسب عدد الانبوت اوتبوت بوينت اللي موجوده في المشروع. فمثلا اذا في مشروع فيه 400 بوينت يقول لك ده مشروع صغير يعني مش كبير يعني. طيب من الحاجات المهمه قوي في الدي سي اس الايه، اهم الفيتشرز في الدي سي اس اللي هو السكان تايم. السكان تايم او نقدر نقول اللي هو السامبلنج بيريود في حالة الدي سي اس بتتراوح من 200 ل 500 ملي سكند، يعني حوالي نص ثانية. ودي مدة مناسبة لمعظم اللوبز، يعني مش وحشة يعني. طيب لان ما ننساش طبعا ان احنا بنتكلم هنا في نطاق ايه، variables بتتغير بطريقة مش كبيرة زي اللي احنا في احنا طبعا كتخصص كهرباء في دماغنا طبعا الايه الموتور بيتحرك وممكن بسرعة كبيرة يغير سرعته في فترة زمنية صغيرة، فلازم السامبل بيريود تكون قليلة. لا احنا هنا بنتكلم في البروسيس كنترول، بنتكلم عن variables زي temperature زي البريشر زي الليفل. فالفاريابلز صحيح البريشر والفلو ممكن يتغيروا بسرعة، لكن التمبريتشر والليفل بيبقى تغير بتاعهم بياخد وقت طويل، وبالتالي نص ثانية بتكون قيمة مناسبة لان انا اعمل كنترول على على الفاريابلز دي. الدي سي اس طبعا ببرمجه ازاي؟ ببرمجه بالظبط زي ما اكون عندي سيميولينك في الماتلاب وبحط بلوكس وبضغط على البلوك واشوف البارامتر وابتدي اعمل لها اظبط القيم بتاعتها وهكذا. فمثلا ممكن احط بلوك للبي اي دي كنترولر، احط بلوك للانبوت موديول او الاوتبوت موديول وهكذا. بعد كده في البي ال سي، ده احد ايه انواع البي ال سيز اللي هي الصغيره اللي هو السيمنز لوجو. البي ال سي احنا عارفين ان هو برضو عباره عن سبيشال بيربز كمبيوتر لو ميموري، بكتب عليها برنامج بيتعامل مع مجموعه من الانبوتس الديجيتال، وبعد كده بيشغل ايه مجموعه من الاوتبوتس برضو ديجيتال طبقا للايه للبرنامج اللي بيبقى غالبا مكتوب باللادر دايجرام. فالبي ال سي بيركز اساسا على الديجيتال واللوجيك اوبريشن. الدي سي اس اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه بيركز على اكتر على الانالوج انبوت. فالبي ال سي بيركز على الديجيتال والدي سي اس بيركز على الانالوج، لكن خلي بالنا انه في اوفرلاب بين الاثنين. الشركات المصنعه للدي سي اس برضو بتحط ايه، بتحط حاجات تخدم الديجيتال، والشركات اللي بتصنع البي ال سي تلاقي في البي ال سيز في انبوتس ممكن استخدمها واوتبوتس ممكن استخدمها للانالوج ايه كنترول. يعني حتى البي ال سي على الرغم من انه اسمه بروجرامبل لوجيك كنترولر هتلاقي فيه حاجات لللوجيك كنترول وحاجات للانالوج كنترول، بس معظم الحاجات اللي موجوده في البي ال سي ديجيتال. بس بيحط الانالوج ليه؟ لانه يقول لك والله افرض واحد عندنا عنده شغله الاساسي لوجيك كنترول فهو هيشتري مننا، بس عنده حاجه ايه انالوج، طب انا لو وفرتها له هيشتري الايه المنتج بتاعي. فطبعا نوع من التنافس بين الشركات، الفندورز اللي بيركزوا اللي بيبيعوا البي ال سي يحط حاجات انالوج، واللي بيبيع الدي سي اس بيحط حاجات تخدم الديجيتال، بحيث ان هو يحصل ايه منافسه على الايه
على السوق. طيب الاي سي دي اللي هو الامرجنسي شوت داون ايه سيستم، او اللي هو اللي بستخدمه للسيفتي، دايما يا جماعه بيتم من خلال البي ال سي. ليه؟ لان نقطه قوه البي ال سي مقارنه بالدي سي اس هي السكان تايم. البي ال سي السكان سايكل بتاعته ممكن تبقى 20 مللي سكند، سريع جدا. فاذا ده هنا نقطه تفوق البي ال سي بقى ايه، انه ايه السكان تايم بتاعته قليله قوي، فبيبقى لما البي اللي هي اليونتس المسؤوله عن الامرجنسي في الصناعه دايما بتستخدم في باستخدام البي ال سي، بتتنفس باستخدام البي ال سي. طيب الدي سي اس بيتحكم في الانتاير سايت، فيعني برضو لما تيجي تقارن بينهم تلاقي ان الدي سي اس وظيفته ان هو يعمل كنترول على يونتس كتير ويربطها ببعض، فهنا محتاجين نتورك. البي ال سي طبعا كيونت منفصله، صحيح ممكن اربط بي ال سي بي ال سي اخر، لكن في النهايه البي ال سي هو يونت منفصله، فالدي سي اس بيحتاج نتورك لكن البي ال سي لا. طيب الهيومن ماشين انترفيس اتش ام اي، ايه هي الهيومن ماشين انترفيس؟ الاوبريتور وهو قاعد في الكنترول روم يهمه ان هو يقدر، يهمنا ان احنا نعرض عليه كل اللي بيحصل في الانتاير بلانت، عشان لو في حاجة خرجت عن السيطرة او كذا او كذا او كذا يقدر يتخذ الاكشن المناسب. فانا لازم نعرضها له بايه، بطريقة يوزر فريندلي. طيب فالاوبريتور هو قاعد في الكنترول روم، الكنترول روم بتعرض ايه الفاريابلز، بتعرض الفاريابلز التمبريتشر اللي انا بتحكم فيها بقراها، بشوف في المكان الفلاني درجة الحرارة كام، في نفس الوقت بتحكم عن طريق فالف، طب الفالف ده مفتوح بنسبة كام في المية. طبعا كل الكلام ده لو بالارقام ممكن ما يبقاش العين ما تلاحظوش، فدايما طبعا بيستعينوا بايه، بالوان. اللون الاحمر معناه انه في مشكلة، اللون الاخضر معناه انه في ما فيش مشكلة وان الفاريابل في النطاق المقبول وهكذا. الكلام ده الكنترول روم، ايه علاقتها بقى بالفيزيكال بلانت او الفيلد زي ما احنا شايفين؟ في كوميونيكيشن بين الاثنين. من خلال الكوميونيكيشن ده من الكيبلز دي ممكن تكون طويلة جدا، بقدر اربط الكنترول روم بالبلانت، الفيزيكال بلانت. لو بصيت على الفيزيكال بلانت بتاعتي اللي قدامي هلاقي الفيزيكال بلانت اللي قدامي عبارة عن تانك، بصب فيه او بدأ يعني واضح ان داخل له ايه ليكويد معين. الليكويد ده بيتم تسخينه، ده هيتنج او هيتر، بسخنه وبعد كده البامب بتسحبه. الهيتنج ده من خلاله ممكن يكون بيتم تفاعل كيميائي معين وهكذا. فانا دلوقتي تعالوا نشوف كده ايه اللي انا بعمله في المثال اللي قدامي. اللي قدامي انا شايف في تانك وفي هيتر وفي فالفين في واحد وفي اتنين. الفالفات دي يا جماعة بنسميها الفاينل كنترول إليمنت، يعني الكنترولر هيقيس مثلا درجة الحرارة، شايفين الدايرة اللي موجودة جواها حرف T دي معناها ترانسميتر. الترانسميتر ده نقدر نقول ان هو سنسور بيقيس درجة الحرارة، بس كلمة ترانسميتر معناها انه بيقيس درجة الحرارة ويحولها للرينج الستاندرد من 4 ل 20 ملي امبير، فبنسميه تمبريتشر ترانسميتر. تي فور ترانسميتر فور تمبريتشر، تي دي فور ترانسميتر، انا اسف تي دي فور تمبريتشر. طيب يبقى ده ترانسميتر بيقيس التمبريتشر. طب انا شايف دايره تانية جواها ايه، ده ترانسميتر بيقيس ايه كابيتال، هي فور انالايزر. كلمه انالايزر ديت معناها ديفايس بتقيس الكونسنتريشن، فهم بيسموها انالايزر. فالديفايس نقدر نقول ان الاي ده عباره عن ترانسميتر بيقيس الكونسنتريشن، والتي عباره عن ترانسميتر بيقيس التمبريتشر. دول سنسور نقدر نقول ان هم سنسورز. السنسورز ديت عن طريقها الكنترولر بيعرف ايه ظروف البروسيس شغاله عند اوبريتنج بوينت قد ايه، وبعد كده يعمل الكنترول اكشن بتاعه فيغير في الفالف اوبننج على اساس ان هو يحافظ على التمبريتشر او الكونسنتريشن عند القيم المطلوبه.
طيب يبقى ال HMI هنا بقى لو انا جيت في الديسبلاي اللي قدامي دي واعرض قيم وخلاص، طبعا هتبقى يعني مش يوزر فريندلي. لا، فال HMI بيعمل ايه؟ بيميمك، بيحاكي البلانت يونت، الرياكتور والبايب وهكذا. يعني ايه؟ يعني بالرسوم يحط لك رسمة الرياكتور ويحط لك بايب ويحط لك كذا، بحيث ان يبقى الاوبريتور شايف الرسمة قدامه كأنها هي مين؟ الفيزيكال بلانت، فتبقى يوزر فريندلي بالنسبة له. طبعا الكنترول انجينير بقى او الاتش ام اي بيوفر امكانية ان ممكن الكنترول انجينير احنا ان احنا ايه نبني الانترفيس بتاعنا او ايه زي ما احنا عايزين، نقول نروح نضيف ديسبلاي معينة لليونت الفلانية، يعني ممكن نضيف مجموعة من الديسبلاي لكل يونت، يعني ما بتبقاش حاجة فيكسد، لا ده احنا ممكن نغير فيها. يبقى الاتش ام اي مش حاجة فيكسد، لا ده انا ممكن اضيف ديسبلاي معينة for each specific plant. فمثلا اعمل بروسيس ديسبلاي يعرض البروسيس، وممكن اعمل ديسبلاي مش مثلا للرياكتور، لا ده انا اعمل ديسبلاي يعرض الترند. يعني الترند يعني مثلا انا عندي اعرض التمبريتشر مع الزمن، فيعرض لي التمبريتشر رسمة كده يعرض لي الترند بتاعها. ممكن اعرض ديسبلاي، اعمل ديسبلاي الارم ديسبلاي. الارم ديسبلاي ده بيبقى وظيفته انه بيعرض اللي هي الفاريبلز الكريتيكال اللي لو زادت عن قيم معينه تبقى في مشكله كبيره جدا ممكن تحصل. فبعمل الارم ديسبلاي على فاريبل معين، وبحدد بقى مجموعه من المستويات. اذا الفاريبل تخطى قيمه معينه بيدي الارم، ولكنه فيرست ليفل الارم، فبيديني هاي. في هاي هاي يعني لا الموضوع اخطر شويه، في 3 هاي بقى هاي هاي هاي، يبقى ايه الموضوع ايه مشكله كبيره. طبعا الالوان مهمه جدا عشان تبقى يوزر فريندلي، عشان الاوبريتور يعرف الستيت اوف ايه كل الايه الفالفز مثلا والايه والاذر ديفايسز. الالوان مهمه جدا في الحته دي. طيب لو ضغطنا على اي بلوك في ال HMI يوم يفتح لك زي بالظبط ما تضغط على بلوك في سيميولينك، بيوم يفتح لك فيس بليت. دي تقدر تعمل فيها ايه؟ تغير بارامتر معين، تغير سيتنج معينه بالظبط زي السيميولينك. يعني ال HMI نقدر نقول ان هي مش حاجه ثابته، لا انت بتغير، انت اللي بتديزاين او بتصمم ال HMI ال HMI بتاعتك. طيب الكوميونيكيشن بتتم ازاي؟ في مجموعه من الستاندرد مستخدمه في الصناعه. احنا اتفقنا ان الانترفيس بيبقى يعني اللي هو في الدي سي اس بيبقى نتورك ايثرنت كيبلز، لكن ممكن كمان استخدم السيريال انترفيس. فالمود باس هو ستاندرد كوميونيكيشن بروتوكول بستخدمه ان انا اوصل الايه الديفايسز في الاندستري في البروسيس كنترول، سواء اوصل بي ال سي مع ترانسميتر او وخلافه. المود باس بيستخدم الايه يا اما يستخدم السيريال انترفيس ار اس 485 او مثلا الايثرنت. فالمهم يعني نعرف ان المود باس هو ايه كوميونيكيشن بروتوكول بيستخدم في الايه في كونكتنج ايه ديفايسز ايه ان اندستريال انفايرمنت. طيب مهم جدا في الكنترول، طبعا احنا شفنا السايت او البلانت تبقى حجمها هائل وفيها لوبز كتيره جدا، فمهم جدا الديكومنتيشن. ليه؟ لان الديكومنتيشن ديت اللي بتمكن حد لسه جاي مثلا وما يعرفش في السايت متوزع ازاي او متقسم ازاي، ان هو لما يمسك الديكومنتيشن ويمشي معاها يقدر ايه يقدر ايه يعمل ايه دايجنوزز، يعرف ايه المشكله، لو في مشكله يقدر يلوكيت مكانها وهكذا. طيب الكلام ده بيتم عن طريق حاجه اسمها بي اند اي دي، بي اند اي دروينج، اللي هو البي اند اي دي اللي هو البايبنج اند انسترومنتيشن دروينج. وهنا طبعا بستخدم ستاندرد سيمبلز. فعلى سبيل المثال في الشكل اللي قدامنا ده هو التانك اللي احنا خدناه من شويه، في عندي فالفات وعندي هيتر وعندي تانك طبعا وعندي بامب.
انا هنا شايف مجموعة من الايه، من الرموز. اول حاجة لاحظها، انا لما الاقي دايرة جواها ايه، يبقى ده ايه، ده سنسور. في الصناعة هنسميه ترانسميتر. طب الترانسميتر ده ما دام مكتوب جواه ايه، يبقى ايه، فور انالايزر، يعني للكونسنتريشن. طيب لو لقيت دايرة جواها تي تبقى تمبريتشر. طب لو لقيت جواها اف تبقى فلو. طب ال تبقى ليفل. طب انا شايف دلوقتي في دوائر تانية جواها اف سي، تي سي، ال سي. ايه معنى الدوائر دي؟ قال لك الدوائر دي تشير الى الكنترولر. فمثلا اف سي فلو كنترولر، تي سي تمبريتشر كنترولر، ال سي ليفل كنترولر. طب ايه اللي ملاحظينه على الكنترولرز بتاعتنا؟ هنا الفلو كنترولر داخله سهم، في سهم داخله اهو، كانه ايه، بيقيس الفلو. وبعدين الكنترولر بيغير في مين، في الفالف. طيب هنا الليفل كنترولر بيقيس الليفل وبعدين يغير في الفالف. هنا التمبريتشر كنترولر بيقيس التمبريتشر وبعدين يغير في الفالف. فواضح كده ان دايما الكنترول اكشن اللي بيتم عن طريق الفالف، سواء هنا الفالف ده او ده او ده. عشان كده في معظم الاحيان المانيبوليتد فاريبل الموجود في الصناعه هو عباره عن فالف، والفالف بيغير في الفلوريت. يعني نقدر نقول ان الفلوريت هو اكثر الايه، المانيبوليتد فاريبلز في الصناعه. طيب برضو ملحوظه ظريفه جدا، ايه هي؟ انه الكنترول سيجنال، اشارات الكنترول بيرمز لها بالرمز ايه، باللاينز، الداش لاينز. ما بيبقاش معمول ايه سوليد لاين، لا بيبقى معمول ايه، بيبقى معمول داش لاين، يعني خطوط كده ايه مقطعه اهي، زي ايه، زي ما احنا شايفين كده داش لاين. دي تشير ان ده ايه، الخط ده خط كنترول، مش ماشي فيه فلو، يعني فاهمني ازاي. لكن السوليد لاينز بتشير لايه، للفيزيكال ايه، زي الفيزيكال بايب دي مثلا، هنا في هيتر وماشي فلو، هنا وهنا في ماشي فلو ليكويد او جاز او كده. لكن الكنترول، اشارات الكنترول بيرمز لها بالرمز ايه، بالداش لاينز. يبقى شفنا ان الاف فور فلو، ال فور ليفل، بي فور بريشر، تي فور تمبريتشر، والكنترول سيجنال بتبقى داش ايه لاين. بكده يعني الحمد لله نبقى احنا خلصنا كده المحاضره الاولى. البروسيس كنترول من المجالات الجميله، ان شاء الله يكون فيها يعني شغل، فرص شغل كويسه. في ريسورسز كتير على اليوتيوب، فيديوهات، وفي فيديوهات بتبقى حتى كمان صغيره في الوقت، واطلع منها بحاجات بمعلومات كتيره. فديت بعض الريسورسز اللي انا يعني اقترحها عليكم. في كورس بروسيس كنترول في جامعه القاهره دكتور احمد اسماعيل، في بلاي ليست موجوده على اليوتيوب اللي احنا اليوتيوب الموقع اللي انا الصفحه ديت، وده برضو مهم جدا. يعني لو انتوا عندكم وقت يا ريت تبصوا على المحاضرات دي، محاضرات جميله جدا، وخصوصا يعني الدكتور احمد اسماعيل عنده خبرة عملية كبيرة قوي في المجال. برضو من ضمن الحاجات، في فيديوهات برضو من شركة اي بي بي للبروسيس كنترول، برضو مجموعة من البلاي ليست. وميزتها ان هو في الجزء ده الفيديوهات بتتكلم بتلاحظ انها بتربط الحاجة العملية بالدراسة النظرية للابلاس ترانسفورم وترانسفير فانكشن وهكذا. فبرضو ديت ارشحها لكم ان انتوا تبصوا عليها. كده الحمد لله احنا خلصنا النهاردة، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا، سلام عليكم.